السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم شهر رمضان. شكرا شيمة. خواتي وإخواني، أسعد الله صباحكم كل خير ومرحبا بكم في هذا اللقاء الافتراضي اللي حين أعتقد كنا تعودنا عليه كموظفين في حكومة دبي. هاللقاءات الافتراضية والعمل عن بعد عبر وسائل التقنية خلى دبي تتميز وتتغلب على الظروف الصعبة اللي فرضتها أزمة كوفيد 19 من تباعد اجتماعي وإجراءات احترازية، خلت طبيعة الحياة تختلف عن اللي عهدناه في السابق. واليوم وفي ظل هالظروف الراهنة ونظراً لأهمية العمل عن بعد حالياً لضمان استمرار الخدمات لسكان دبي بالشكل الأمثل، ارتئينا عقد هالجلسة الافتراضية بالتعاون مع شركة غارتنر المتخصصة في الأبحاث تحت عنوان 10 ممارسات لقيادة ناجحة عن بعد، اللي بتسلط الضوء على 10 ممارسات تسهم في نجاح القائد في قيادة فريق العمل والحفاظ على روح الفريق وانتاجيته وتحقيق أهداف المؤسسة في ظل العمل عن بعد. الحين بخليكم مع الأخ أيهم الأخرس من شركة غارتنر اللي بيقدم هالجلسة، وراجي لكم التوفيق والسداد. شكرا. حياك الله. الله يحفظك. تفضل أيهم، بس عن ميوت يور مايك. السلام عليكم، تسمعوني بوضوح إن شاء الله؟ إن شاء الله. وعليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله أصحاب السعادة، سيدات والسادة. عليكم السلام. نبدأ بنبارك لكم هذا الشهر الفضيل. طبعاً اليوم سوف نتكلم عن 10 ممارسات لقيادة ناجحة عن بعد، وحديثنا كيف تسهم هذه الممارسات بقيادة الفريق والحفاظ على روحه وإنتاجيته وتحقيق أهداف المؤسسة بينما الجميع يعمل عن بعد. يجد القائد نفسه وسط أزمة كوفيد أمام العديد من التحديات، أحدها العمل عن بعد، وهي مهارة حديثة لغالبية الموظفين والقياديين في الحكومة. استلهمنا هذه الممارسات من أبحاثنا وملاحظاتنا لقادة المؤسسات الحكومية والخاصة حول العالم، ومن واقع خبرتنا الشخصية في العمل عن بعد. فغارتنر تجري أكثر من 400,000 استشارة سنوية، وأكثر خبرائنا 2,300 يعملون من المنزل ويقومون بهذه الاستشارات عن بعد. شخصياً خلال مسيرتي 20 سنة المهنية قمت بنصفها بخاصية العمل عن بعد كقائد وحدة من 500 موظف عبر 3 قارات، وأيضاً كموظف تحت قيادة رئيس مباشر يعيش في قارة أخرى. قبل أن نبدأ بهذه الممارسات يجب أن نضع أمام عينينا هذا المشهد، وهو أن ما نمر به الآن ليس هو الوضع الطبيعي للعمل عن بعد. فالعمل من المنزل يكون بظروف مختلفة عادة، الأطفال في المدرسة، البيت غير مزدحم، القدرة على أداء الاحتياجات الشخصية والمهام الاجتماعية، ووجود مكان مخصص في المنزل للعمل. نحن نمر بأضخم تجربة عمل عن بعد أجبر العالم عليه، وهذا يتطلب قيادة عن بعد ذات طابع خاص تتناسب مع الأزمة. فسينشغل الموظفون بظروف غير طبيعية بسبب الحرص على سلامتهم الصحية والاحتياجات اللازمة لعائلاتهم وحالاتهم الاجتماعية المختلفة، من وجود شخص مصاب في العائلة لا سمح الله إلى تباعد اجتماعي يمنع الدعم العائلي للأطفال أو كبار السن. وسيكافحون من أجل دمج متطلبات العمل والمتطلبات المنزلية. أيضاً هناك نسبة من الخوف والقلق، حيث يخشى الموظفون من التأثير المحتمل للوضع الاقتصادي على وظيفتهم ومعيشتهم. خير إلهام نبدأ به حديثنا عن الممارسات صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يجري اجتماعاته مع فرق العمل عن بعد، ونرى من خلالها كيف استطاعت دولة الإمارات أن تقف أمام تحدي الكوفيد وتمضي بتحقيق أهدافها بنجاح حتى بظروف العمل عن بعد. لقد كانت دبي سباقة في تجاوز مرحلة تمكين التكنولوجيا لعمل الموظفين من المنزل،
الآن هدفنا هي نموذجة الممارسات الأفضل لعالم منتج يعمل فيه الموظف عن بعد. أول ممارسة هي إعادة صياغة ثقافة العمل. فلنسأل أنفسنا هذه الأسئلة: هل غرفة الاجتماع هي عامل أساسي لنجاح اجتماعات الفريق؟ هل المساحات المكتبية ضرورية لأداء مهام المؤسسة؟ هل كل الوظائف حساسة ولا بد من أدائها في المنزل، في المكتب عفوا؟ هل الحضور إلى المكتب هو مؤشر أداء الموظف؟ القادة الذين نراهم نجحوا في القيادة عن بعد كانت إجابتهم لكل هذه الأسئلة بلا. نتائج استبيان غارتنر أكدت أنه يفضل 5 من 10 موظفين يعملون في قارة آسيا والمحيط الهادي العمل عن بعد. متوسط استغلال المساحات المكتبية عالمياً فقط 50%. متوسط استخدام غرف الاجتماعات العالمية فقط 30% من الوقت. أما الأشخاص الذين أجابوا بنعم على أي هذه الأسئلة لا يزال يعيشون بعقلية ما قبل كوفيد، وننصحهم بإعادة النظر في ذلك. هناك سلسلة من الأنشطة التي ننصح بها لتفعيل إعادة صياغة ثقافة العمل كما نرى هنا. ففي بداية الأزمة كنا في بناء مرحلة المرونة، وكان على القائد أن يبرز الجانب الإنساني أكثر من أي وقت مضى. خير مثال هو ما قام به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمخاطبة الشعب بعبارته الشهيرة لا تشلون هم، ومتابعته فرق العمل في خط الدفاع الأول، وحتى رسالته النصية للمواطنين والمقيمين بداية شهر رمضان. مع تخفيف قيود الحركة في دبي تدريجياً تعود المؤسسات إلى إعادة تفعيل المبادرات التحويلية، وهنا تأتي أهمية تحسين الخدمة الذاتية ليتمكن العملاء والموردون إنجاز معاملاتهم بنفسهم من دون العودة إلى مراكز الخدمة لتقليص الحاجة إلى التقارب الاجتماعي. مثال على ذلك وجود تطبيقات دبي الآن والمورد الذكي لدى حكومة دبي. عند انتهاء الأزمة إن شاء الله سيكون التركيز على مرحلة الاستدامة، وهنا تحديد الأدوار التي ستظل تعمل عن بعد، وهذا شيء مهم، ودعم السياسات التي تمكن ذلك أهم. هذا سيعود بفوائد على المواطن بتمكين جميع أفراده بمختلف ظروفهم بالعمل بمرونة من أي وقت وفي أي مكان. أيضا هذا يساعد على استقطاب المواهب المحلية من الإمارات الأخرى داخل الدولة أو حتى خارج الدولة دون الحاجة إلى استثمار ساعات السفر. هناك فائدة بيئية لمدينة دبي بتخفيف الضغط على البنية التحتية وتقليص الازدحام المروري وتوفير المصاريف المتعلقة بالمكاتب والمواصلات. خلال خارطة الأنشطة لابد من متابعة مسيرة مستمرة من قيادة المؤسسة لتغيير ثقافة العمل ومشاركة قصص النجاح على مستوى المؤسسة لتحفيز التغيير. وهنا أقف لحظة وأسأل لو حد عنده أي استفسار أو تعليقات، أو إن شاء الله يكون الصوت واضح والصورة واضحة. مرحبا أخوي أيهم. أهلا. أهلين. وياك حصة البلوشي من شرطة دبي. هلا أختي حصة، تفضلي. أيهم، بما أنك أنت تكلمت عن هاي الممارسة أنا عندي سؤال. بغيت أعرف يعني كيف نقدر أن نحن نحدد الأعمال اللي راح تظل عن بعد يعني في المؤسسة، مثلا شو هي الأعمال اللي نقدر نحن نحددها أو المهام اللي يمكن نقدر نخليها خلاص تكون هاي المهام اللي نقدر نمارسها عن بعد، فلو تقدر جاوبنا. سؤال جيد جدا، وبالعكس هذا هو لب الحدث، كيفية تحديد ما يظل بأعمال يمكن أدائها عن بعد. وهنا يجب علينا أن نقسم السؤال إلى قسمين. هناك أدوار بكاملها يمكن أن تعملها من المنزل، كمثلا دور الجرافيك ديزاينر أو بعض الأشخاص الذين يقومون بالبرمجة، وحتى بعض الأدوار التنفيذية يمكن أدائها من المنزل بشكل كبير إن لم يكن بشكل تام. أيضا علينا التطرق
الأدوار الوظيفية داخل العمل التي يمكن عملها من المنزل. فيمكن أن نقول للشخص مثلاً أنت موظف في بنك تقوم بإجراء عمليات مع عملاء، يجب عليك فقط القدوم إلى البنك يومين في الأسبوع لإدخال التفاصيل السرية للموظف على النظام الذي يحتاج منها بعض التأكيدات الأمنية. فلا يجب علينا أن نحدد فقط في عقلنا أن هذا الدور يجب أن يكون 100% عمل عن بعد أو يجب أن يأتي إلى المكتب. هناك أدوار يمكن أن تكون كاملة عن بعد، مثل ما قلنا موضوع التسويق، موضوع بعض الأدوات الأوبريشنز وبعض الأدوات التي تتطلب الأشياء التنفيذية. وهناك مهام وظيفية ضمن العمل يمكن أن نعملها عن بعد، وكل منا يستطيع أن ينظر إلى مهامه الوظيفية وما هي الأشياء أو الساعات التي يستطيع أن يعمل بها من أي مكان ولا يتحدد بها الوجود في المكتب. هل هذا يجاوب على سؤالك أختي حصة؟ ما قصرت أخوي. شكرا، شكرا لك. أي سؤال آخر؟ نعم دكتور، أنا بس عندي مداخلة بسيطة. تفضل. محمد هلال مروشد من دائرة التنمية الاقتصادية. هلا أخوي محمد، تفضل. الله يبارك فيك. اليوم بالنسبة للعمل عن بعد مثل ما أجابوا يعني أكثر الإجابات حسب الدراسات أن ما في داعي أن نحن نعمل يعني في مكاتبنا، ممكن أن نحن نعمل عن بعد وننجز الأمور المطلوبة منا يمكن 100%. ولكن عالميا في بعض الوظائف طبيعتها ميدانية، صحيح، ويتوجب على الشخص أن يكون في الميدان، صحيح. حسب الدراسات اللي أنتوا شفتوها حول العالم، كم نسبة الوظائف عالميا الميدانية التي تتوجب حضور الموظفين إلى أماكن عملهم بحكم طبيعة العمل الميداني، كم نسبتهم حول العالم؟ وهل هذه النسبة ستخفف يعني طبعا حسب النسبة هاي، هل هي بتكون لها أثر على مثل ما ذكرت على يعني تسهيلات البنية التحتية وغيرها؟ سؤال جيد أخ محمد، وأنت سبقتنا بتو سلايدز. نحن سوينا استبيان كشركة غارتنر وسألنا الشركات على الكمية الأعمال التي سوف تنتقل إلى أعمال عن بعد بشكل دائم. الآن من الناحية الميدانية يجب علينا أن لا ننسى أن التفاصيل مهمة، فلو كان الوظيفة تحتاج إلى أن يكون الشخص في الميدان مثل وظائف الصحية أو الشرطية التي تحتاج إلى التعامل مع عملاء موجودين خارج المكتب، فهنا يمكن أن ننظر إلى موضوع حضور الشخص الميداني إلى المكتب من السؤال ما هي المهام التي يحتاج أداءها هذا الشخص في المكتب. هل هناك على سبيل المثال اجتماعات دورية؟ لأنه لا ننسى نحن كبشر كائنات اجتماعية في النهاية، ويمكن علينا أن نقوم بموازنة ما هي الأشياء التي لا يجب قدومنا إلى المكتب بسببها والأشياء التي نستطيع أن نعملها عن بعد. الوظيفة الميدانية أحياناً تحتاج إلى إدخال بيانات لا نستطيع عملها من خارج المكتب لأسباب أمنية مثلاً على سبيل المثال، وهنا يمكن أن يتحدد كما قلنا في مثال البنك، لو سياسة البنك أن إدخال معلومات العميل يجب أن تتم داخل بيئة البنك، فيأتي الشخص اللي في الميدان يوم في الأسبوع ويدخل هذه البيانات. فعلينا أن ننظر إلى تفاصيل هذه الأعمال الميدانية، وأن لا ننسى أن العالم لن يتحول 100% إلى العمل عن بعد، صحيح. لأننا في النهاية سوف يزال هناك أعمال ميدانية وسوف نظل نحتاج كبشر إلى التواصل الاجتماعي، ولكن ما علمتنا الأزمة أن هناك أعمال كثيرة وهناك نسبة من الأعمال نستطيع أن نعملها عن بعد، وهو ما ستتطرق إليه في الخطوة القادمة إن شاء الله من هذا الحديث. إن شاء الله. شكرا دكتور للتوضيح. شكرا، شكرا لك. ثاني ممارسة هي أن لا ننتظر أن يعود العالم كما كان. هذه الصورة من اجتماع قادة جي 20 عن بعد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وعبد العزيز آل سعود صنعت التاريخ.
فهي أقوى إشارة أن العالم لن يعود كما كان، بل الطبيعة الجديدة للعمل عن بعد ستكون أفضل. فإذا كان قائدة ورؤساء العالم أكثر من يحتاجون إلى الاجتماعات المغلقة والجلسات الشخصية، استطاعوا التكيف مع العمل عن بعد، فكلنا نستطيع ذلك. ناهيك عن ما يعني هذا من فوائد مباشرة على سلامة القادة والوفود المرافقة لهم وتثمين وقتهم المستثمر في السفر والتأمين الحماية لهم ودعم البيئة بشكل إيجابي بتقليل البصمة الإلكترونية. سلوك الناس سوف يتغير بعد الأزمة، فالكبير بالسن الذي كان يصر أن يذهب لسوق الخضروات لشرائها بنفسه أصبح يشتريها من على الإنترنت، والطالب أصبح يتلقى مقرره الدراسي في المنزل. حسب استبيان أجرته غارتنر مؤخراً، 2 من كل 3 شركات تخطط للتحول بشكل دائم إلى نسبة أعلى من العمل عن بعد. وهنا نرى أنه 76% من الشركات التي أكدت ذلك وتظهر باللون الأزرق، نصفهم خططوا لنسبة 5-10% تحول دائم إلى العمل عن بعد، ونسبة 17% خططوا ل 20%. نحن نرى أنه من الممكن للمؤسسات الحكومية وضع خطة 10-20% تحول دائم إلى العمل عن بعد. للتجهيز لطبيعة العالم الجديدة وضعت غارتنر العديد من البحوث والأدوات لتدعم المؤسسات في سباق التعافي والتجديد. أحد هذه الأدوات إطار لمسارات إعادة التشغيل الذي أمامكم، وهو يساعد عملائنا على إعادة التخطيط للمستقبل. يتم تطبيق الإطار خلال ورشة عمل تشرف عليها غارتنر مع المعنيين، ويتصور فيها السيناريوهات المختلفة للمنتجات والخدمات المؤسسية لتطبيقها. من المهم جداً أن نعامل الأزمة كفرصة للتحول الرقمي، وهنا ننظر إلى هذه الشاشة ونرى أن هناك معايير ونماذج لنضج التحول الرقمي لدى المؤسسة وجاهزيتها للعمل الرقمي. لو تصورناها بهذا الرسم لوجدنا الأرباع المتمثلة بهذا الشكل، والمؤسسات على سبيل المثال منتشرة حسب جاهزيتها بهذا الشكل. فنرى المؤسسات الفعالة باللون الأخضر، المؤسسات شبه الفعالة باللون الأصفر، والمؤسسات ضعيفة الفعالية بالشكل الأحمر. ما قام به أزمة كوفيد أنها دفعت بحدود مربع الفعالية ليحتاج إلى نضج تحول رقمي وجاهزية عمل أعلى من بعد لتلبي الزيادة المفاجئة في الأعمال واستمراريتها في أي وقت في أي مكان على نطاق واسع. فالعديد من المؤسسات التي كانت فعالة قبل الكوفيد تأثرت فعاليتها خلال أزمة كوفيد، والقادة الناجحون حددوا الطريق الأسرع لتفعيل حالات الاستخدام ذات الأولوية، ومن ثم أعادوا النظر بخطة التحول الرقمي السابقة وتسريعها في أقل مدة ممكنة وإلى نسبة نضج أعلى من المخطط لها سابقا. فأنت لن تستطيع أن تذهب إلى ما كنت ترؤ إليه قبل الأزمة، الآن يجب أن تذهب بطريقة أسرع وإلى مكان نضج أعلى. وتطبيق ذلك في دبي على سبيل المثال للحصر كان بتفعيل الشبكة الحكومية عن بعد وأدوات الاجتماع الافتراضي، ومن ثم المضي بوتيرة أسرع لتحقيق الختم الرقمي 100% تحت مبادرة الحكومة لا رقمية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم. أي سؤال إلى الآن؟ تمام. من الممارسات التي يقوم بها القادة الناجحون هي ممارسة حياتهم اليومية بالطبيعة الجديدة، وهيئة الصحة في دبي مثلتها بشكل جميل وفعال في حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي. يتأثر الموظفون بسلوك قائدهم، فعندما يرون القائد يمارس الرياضة ويعلم أطفاله ويمارس نشاطات ترفيهية ويتواصل مع عائلته ومع أصدقائه ويجتمع مع فريق العمل كالعادة وذلك كله في رحاب المنزل، سيحفزهم على اتباع ذلك. نرى العديد منكم يفعل ذلك ويشارك هذا على وسائل التواصل الاجتماعي، فتابعوا. أما الشخص الذي يتذمر
من عدم القدرة على ممارسة هذه النشاطات من المنزل، فسينقل هذه السلبية إلى الموظفين. فمارس حياتك وشارك موظفينك مقتطفات منها. هل نثق في الموظفين للقيام بعملهم حتى لو لم نتمكن من رؤيتهم؟ الكثير سيجيبون بنعم، ولكن البعض سيجيب بلا، ونريد أن نسلط الضوء على الثقة بعمل الموظفين عن بعد لأهميتها في سلامتهم النفسية وإبقاء روح الفريق وتحفيزهم على الإنتاجية المؤسسية. نرى القادة الناجحين يتعاملون بعاطفة وإنسانية مع ارتباك وقلق الموظفين، يبدأون كل اتصال وكل اجتماع بالسؤال عن حال الموظف الشخصية وسلامته وسلامة عائلته. قد يشعر البعض بعبء أكثر في مهام الدعم العاطفي اللازمة على عكس الأوقات العادية التي ربما تكونون قد تجاهلتم هذه فيها. وهنا اخترت الرمز التعبيري الإيموجي لما يمثله من تعبير عاطفة الشخص خلال التواصل عبر الإنترنت، وهو ما نحتاج إبرازه خلال العمل عن بعد، بالحرص على استعمال اتصال الفيديو كأول خيار ومن ثم الصوت كأبسط تقدير، مع الابتسامة الدائمة فهي تنتقل حتى في الصوت. الشفافية مهمة للثقة، ومن سمات الثقة الصراحة، فلنصارح الموظفين بأن العمل عن بعد مهارة حديثة لغالبية الموظفين والقياديين في الحكومة، وقد حصلت من غير سابق انذار، أخرجنا خارج دائرة الراحة. والإداري والموظف يجب أن يتعلمون معا، وسيكون هناك صعوبات مشتركة. هذا سيعطي راحة للموظف والقدرة على مشاركة الردود والاقتراحات للتحسين. من المهم لدينا أيضا الانتقال من عقلية القيادة والتحكم إلى الثقة والمساءلة المشتركة، وذلك بوضع توقعات واضحة للأدوار والمسؤوليات الفردية، وضع معايير نجاح الفريق وحتى نجاح القائد، وأخذ تقارير منتظمة عن الإنتاجية، واتباع نهج مرن لحل المشكلات. فحتى مع العمل عن بعد ما زال الفريق يحمل نفس المبادئ والقيم ويرى نفس أهمية الأعمال، ونجاح كل عضو من الفريق يعتمد على التزام أعضاء الفريق الآخرين بهدف مشترك. يقوم القائد بتعزيز استقلالية الفريق وأخذ مهمة الوصل لدى شبكات التعاون مع أقرانه وبين الفرق، فلا ننسى أننا في النهاية مؤسسة واحدة وهناك العديد من الفرق، فإذا كنا نحن نشعر بالتحديات مع فريق عملنا، تخيل يرعاك الله عندما تعمل مع فرق آخرين ومع مؤسسات أخرى. فيجب على القائد أن يمد يد العون للفرق الأخرى والمؤسسات الأخرى، وأن ندعم شبكات التعاون، وأن نكون متواجدين بسرعة لأي تصعيد لإنجاز المهام المؤسسية. أي سؤال؟ تمام، ننتقل إلى الممارسة التي بعدها. التعبير والتواصل مع الجميع أكثر من قبل هو شيء نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى. تذكر كيف كنت تجتمع بالموظفين بالمكتب بشكل يومي، وتتكلم بالاجتماع، وتقرأ لغة جسد الموظف وتتعامل معه. الآن علينا أن نفعل ذلك عن بعد، وبحرص أكثر على تشجيع النقاش الجماعي. فبالمكتب من السهل أن ترى ما يفعله الموظف وتتفاعل معه على أساس ذلك. الآن يمكن أن تواجه صعوبة من خلال الفيديو، ولذلك ننصح أن تحدد الشخص بالاسم وتطلب منه أن يبدي رأيه. شارك واجمع قصص الفرق التي تجتمع معا للتغلب على هذه الأزمة وتقوم بالإنجازات عن بعد، فالناس قادرون على أشياء مذهلة خلال هذه الأزمة. التقط تفاصيل هذه القصص وشاركها على مستوى المؤسسة وحتى على مستوى التواصل الاجتماعي إن أمكن. وخير مثال مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نجاح التعليم عن بعد، حيث أن 1,200,000 طالب انتظموا في الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات، وهذا إنجاز عظيم نفتخر به جميعنا.
هل تذكر كيف كنت تلتقي صدفة بموظفي الصف الثالث والرابع من السلم المؤسسي وأنت تمشي في الممر وتسلم عليهم وتسألهم عن حالهم؟ نحن الآن في جدران المنزل جميعنا نتواصل فقط مع الموظف حيث نحتاج شيء منه، ولا نتواصل مع أغلبية الموظفين الآخرين. ارفع هاتفك واختر موظف بشكل عشوائي واتصل به واسأل عن حاله وقل له أنا ألتقي بك بالصدفة الافتراضية. سوف يقدر الموظف هذا بشكل عالي جدا. من المهم من أي وقت مضى اختراق ثقافة اجتماعاتنا الافتراضية. عندنا في غارتنر أكثر من 30 طريقة يمكنك بها اختراق ثقافة الاجتماعات الافتراضية. فمثلا قم بتسمية الشخص الذي سيرسل محضر الاجتماع في نهاية الاجتماع، وهنا سينتبه الجميع لأنهم يعلمون أنه يمكن تسميتهم كمدون للمحضر في نهاية الاجتماع، مما يؤدي إلى اجتماع أكثر تفاعلا. مثال آخر، قم بدعوة عميل أو شريك استراتيجي إلى الاجتماع الافتراضي، وهذا سوف يزيد من تركيز الموظفين. السلام عليكم دكتور هيثم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الرحيم هادي من حاكم دبي، مدير التنفيذي. استفسار بالنسبة عبد الرحيم. يعني فضل استفسار بالنسبة للتواصل المرئي أو التواصل عن طريق الهاتف مباشرة، أيهما له تأثير أكثر على المرء؟ يعني هل التواصل من خلال التواصل المرئي أم من خلال الاتصال الهاتفي؟ يعني بعض الأحيان مثلا أنت أيضا تأدي عمل من خلال اتصال هاتفي أيضا. صحيح. لا، لو أعطيت الخيار المطلق فالاتصال المرئي أفضل من الاتصال الهاتفي، لأن لا يرى فقط لا يسمع فقط الشخص نبرة صوتك، ولكن ينظر إليك ويقرأ لغة الجسد ويستطيع أن يتفاعل مع المعلومة بشكل أفضل. نعم، وصلت معلومة. ولو لم تستطع أن تقوم بالاتصال المرئي فالاتصال الهاتفي يظل أفضل حتى من إرسال الرسائل الإلكترونية، فيمكن أن لا أن يتم سوء فهم الرسالة الإلكترونية إن لم تكن تعبر عن العاطفة بشكل صحيح. ولذلك في مبادئ التواصل ننصح أن يكون شخص لا سمح الله متوتر أو من نرفز مثل ما نقول، يفضل أن لا يرسل رسالة إلكترونية بل أن يتصل بالشخص، وحتى يتصل فيه مرئيا لكي يعبر عن مشاعره. شكرا دكتور. أهلا وسهلا. بناء الفريق والمحافظة على روحه الآن أهم من أي وقت، فيجب علينا أن ننفس عن الفريق بجو عمل مرح. وهناك فعاليات عديدة كنتم تعملونها كمؤسسات حكومية، وفعاليات حتى على مستوى دبي كالألعاب الحكومية التي أجلت بسبب الأزمة، ولكن الأفراد والفرق ما زالت بحاجة إلى بديل هذه النشاطات. فمثلا ما قامت به مجلس دبي الرياضي بركض الماراثون من المنزل فكرة رهيبة وتلاقت تفاعلا كبيرا من المواطنين والمقيمين. يمكن تطبيق فكرة شبيهة على مستوى الفريق أو حتى المؤسسة، وهناك عدة نشاطات رياضية وهوايات يمكننا المنافسة بها من المنزل، والجميع أصبح لديه وسائل مثل الفيتبت التي في يدي لقياس النشاط الرياضي، وأعلم بين الحضور الكثير من الرياضيين ما شاء الله، فسوف تكون هناك أفكار كثيرة لإعطاء هذا الجو النشيط لموظفينكم. مثال آخر، لماذا لا نعمل جلسة قهوة افتراضية مع الفريق؟ و لإطفاء بعض جو المرح استخدام عجلة الأسماء Wheel of Names، موقع يمكن الذهاب إليه مجانا، والعجلة تقوم باختيار شخص تلقائي ويقوم هذا الشخص بمشاركة الفريق بحدث طريف حصل خلال الأسبوع أو موهبة أو أي مسابقة يتفق الفريق عليها. ولماذا عجلة الأسماء بدل ما يختار القائد الشخص؟ هنا يسهل علينا عملية المشاركة. لو اختار القائد شخصا ما يمكن الشخص يخجل أو يتوتر أو يتم السؤال لماذا هذا الشخص وليس هذا الشخص،
ولكن عندما نعملها بشكل عشوائي من عن طريق الجهاز يكون هناك تفاعل بشكل أكثر ويضفي عليه نوع من المرح كون هذا الاجتماع افتراضي. هناك الكثير من الابتكارات لإطفاء جو عمل مرح، بعضها دائم مثل دعوة الأطفال إلى بعض الاجتماعات الافتراضية، المشاركة بأعياد ميلاد موظفين معينين، وبعدها مؤقت مثل ما حدث في ولاية أمريكية حيث قامت مزرعة بتفعيل خدمة مشاركة جولة في المزرعة. وهنا ترون على الصورة حيوان اللاما في أسفل الصورة يحضر الاجتماع على سبيل الدعابة، وقد نتج عن ذلك طلب عالي لهذه المزرعة وهناك حتى قائمة انتظار. ومثل ما كانت المشاركة في هذه النشاطات اختياري في المكتب، ننصح بأن تظل هذه النشاطات اختيارية ولكن أن نبادر بها كقادة ونشجعها لنبث جو عمل مرح كما كنا نعمل ذلك في المكتب. بادر بالابتكار حتى عن بعد. الابتكار في نسيج دولة الإمارات ومدينة دبي، وإن علمتنا أحداث 2020 شيئا فهو أن ابتكارات القيادة من جانب الحكومة الرقمية هو ما جعلها فعالة خلال الأزمة أكثر من أغلب مدن العالم. نحن ما زلنا في عام الاستعداد للخمسين، وجلسات العصف الذهني لابد أن تستمر باستغلال الأدوات الرقمية المتاحة للعصف الذهني. متى آخر جلسة عصف ذهني تفاعلية قمت بها مع الفريق أو أقرانك؟ هل استعملت المنصات الافتراضية المتاحة مثلاً كمنصة ميرو التي ترونها على الشاشة والتي تتيح للفريق التفاعل والمشاركة بجلسات ابتكار عن بعد؟ إذا لم تقم بجلسة من بداية الأزمة فخطط لواحدة خلال الشهر وخذ على سبيل المثال أفكار الفريق لتخطيط سيناريو موجة ثانية من كوفيد لا سمح الله، والتي حسب استبيان غارتنر يخطط لها 58% من القادة في العالم الذين استجابوا ويرون احتمالية انتعاش الاقتصاد على شكل حرف W. لدى غارتنر تفاصيل أكثر عن كيفية إدارة ورشة عمل الابتكار الافتراضي للمهتمين بذلك. أي استفسار إلى الآن؟ تمام، ننتقل إلى الممارسة التي بعدها. عاتب أو قدر بالنتائج وليس بالساعات. كما قلنا في بداية الحديث، الوضع مع الأزمة لا يعد الوضع الطبيعي للعمل من المنزل، والقادة الفعالين سبقوا الآخرين في معرفة ظروف كل فرد من أفراد الفريق وهل يستطيع العمل بنفس ساعات الدوام الرسمية أو أنه سينتج المطلوب منه في ساعات الليل أو يحتاج إلى مساعدة مؤقتة لظروف خاصة. بناء على محادثاتنا مع الكثير من الأعضاء وجدنا هناك حالات حيث ازدادت عدد ساعات العمل الموظف عن بعد بسبب الأزمة، وهناك حالات من فقدان الإنتاجية لعدم الانضباط بتسليم المهام أو سوء تنظيم الوقت لعدم التكيف مع العمل عن بعد. أولاً، نرى القادة الناجحين يركزون على الإنتاجية وليس على النشاط، فيضعون أهداف واضحة للموظفين ويتابعون أداءهم على أساس هذه الأهداف لا على أساس إرسال إثبات على بداية ساعة النشاط اليومي ونهايتها. وهنا وضع الأهداف وطريقة وضع الأهداف مهم، فالهدف يجب أن يكون قصير المدى بشكل شهري ليس بشكل سنوي كما كنا نفعل سابقاً. الهدف يجب أن يكون نسبي وليس مطلق، مثلاً نقول نريد تسريع هذه الخدمة بنسبة 20 إلى 35% بدل أن نقول يجب علينا أن ننجز هذه الخدمة بشكل 35% تسريع، لأن النسبية تعطي الموظف حافز أكثر لأن يصل إلى أي رقم في هذه النسبة، بينما الرقم المطلق وخلال هذه الفترة لو لم يصل إليه الموظف ممكن أن يشعر بالإحباط. أيضاً علينا أن نبث روح المنافسة بأن نقول لو استطعت أن تنجز هذا المهمة أسرع من الفريق الآخر أو أسرع من العضو الثاني فهذا يعتبر شيء إيجابي، لأننا الجميع في هذه الظروف والجميع نعمل من بعد. ثانياً، نحن نعلم أن هناك أدوار يتطلب أداؤها الالتزام بساعات عمل معينة. ممكن طبعاً نحن نحيي الأخوان الذين يعملون في خط الدفاع الأول
ونقولهم الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. وهناك أدوار تتطلب منا ساعات عمل معينة، مثل الإخوان الذين يعملون في الكول سنتر ويجاوبون على مسألة العملاء. مثلا كيف يمكن أن ندعمهم هنا في هذه الأزمة وفي خلال العمل عن بعد؟ هناك تطبيق على مايكروسوفت تيمز يسمى شيفتس، وهنا في هذا التطبيق يضع القائد ساعات العمل الذي نريد تغطيتها لأجل الاستجابة إلى العملاء مثلا، ويقوم الفريق بينهم وحسب ظروفهم بتحديد الساعات الذين سيعملونها لتغطية هذه الساعات المطلوبة. فنحن نعطي الفريق الخطوة الأولى والأفضلية لأن يختاروا بينهم الساعات التين سيغطونها، وفي النهاية سوف يظهر عند المدير أنه هناك ساعات معينة لم يتم تغطيتها، وهنا المدير يستطيع أن يطلب من موظف معين أن يقوم بأداء هذه الساعات. أخيراً وليس آخراً، فلنعامل حالات تدهور الإنتاجية بشكل فردي. هل الموظف الذي تتدهور إنتاجيته يمر بظروف شخصية خاصة؟ أم هل كان أداؤه ضعيف قبل الأزمة وقبل العمل عن بعد؟ أم هل يحتاج مساعدة في التأقلم؟ أم هل يحتاج شيء آخر؟ لكل حالة طريقة للتعامل معها، وهناك حلول عديدة من وضع جدول نشاطات أسبوعي لهذه الموظف، ولسؤال الموظف بمشاركة أجندتهم اليومية لنعرف ما المهام التي يقومون بها، لمكالمة يومية لنرى هل أنجزوا المهام المطلوبة منهم، أو حتى تعيين نظام صديق من الفريق لمساعدة هذا الموظف في التأقلم. وممكن حتى أن نوصل لمرحلة إعطاء إجازة إذا كان الموظف دوره غير حيوي خلال الأزمة. أي سؤال أو استفسار على هذه الممارسة؟ السلام عليك أيهم، وياك محمد شاعر من اقتصادية دبي. وعليكم السلام أخوي محمد، تفضل. أيهم الله يسلمك، كثير من البرامج موجودة حالياً لإدارة إنتاجية الموظفين، هل غارتنر تنصح في برنامج معين نستعمله حالياً؟ نحن في الدائرة نستعمل اللي هو مايكروسوفت بلانر، هل تعتقد أنه كافي أو غارتنر في عنده مثلاً نصيحة ثانية لبرامج مختلفة من هذا النوع؟ شكراً. شكراً على السؤال، سؤال جداً جيد. هلأ كغارتنر ونصيحة على أدوات معينة، في عنا يعني عديد من الأدوات يعني يصعب التطرق إلها ونعطي ميزاتها وسيئاتها، ولكن ما أنصح به ومن ما تجربتنا مع العملاء أنه أن جميع المؤسسات الحكومية قد قاموا باستخدام مايكروسوفت تيمز، وهناك تطبيقات على مايكروسوفت تيمز تدعم القائد بأن يحصل على تقرير المهام التي يعمل بها الموظفين بطريقة أوتوماتيكية من دون أن يضطر القائد إلى التواصل مع كل فريق عمل. ومثل تطبيق اسمه سكرام جينيوس أو جل، تستطيع أن تذهب إلى مايكروسوفت. شو اسمه؟ جل، J-E-L-L أو سكرام جينيوس. أوكي، هلأ هاي يعني على سبيل المثال للحصر، وبعض هذه التطبيقات تجدونها مجانية ويمكن استخدامها، ونرى الكثير من التطبيقات التي تظهر بشكل يومي لمساعدة القيادة في النظر إلى إنتاجية الموظفين وأخذ التقارير من دون أن يجعل الموظف يحس أن هناك عدم ثقة أو هناك مراقبة من نوع معين. إن شاء الله يكون الجواب استشفى سؤالك. أستاذ السلام عليكم. شكرا. تفضل عزيزي. أستاذ إيهام، عبد الرحيم معك. أهلا وسهلا أخ عبد الرحيم، تفضل. بالنسبة لإدارة الوقت بالنسبة للعمل عن بعد، أفضل يعني بشكل أفضل كيف تقدر دي الوقت؟ لأن طبعا هناك تعاميم حكومية تصدر أن الوقت العمل من الساعة الفلانية إلى الساعة، يعني اليوم في رمضان حدد الوقت من الساعة 9 لساعة 2. صحيح. فمو بالكل ملتزم بالوقت أنه من الساعة 9 لساعة 2، وبعض الأحيان تلقى أنت في فترة مسائية جاي لك كثرة رسائل إلكترونية أو شيء حد يشتغل فترة مسائية. أفضل طريقة أنك تكسب يعني الوقت هذا كيف يكون في خلال عمل عن بعد؟ سؤال ممتاز وأنا سعيد بالإجابة عليه. أولا يجب علينا أن لا
نتطرق إلى شيء يخالف ما تنصه اللوائح الحكومية من ساعات الدوام. فاللائحة الحكومية تقول أن عندك ساعات دوام معينة في رمضان 6 ساعات مثل ما تفضلت، ولكن أيضا كقائد أنت يعني عندك مسؤولية أنك تقوم بالإنتاج، صحيح؟ يعني في النهاية مؤشرك كقائد أمام المؤسسة وأمام مرؤوسيك أنك تقوم بإنتاج الطلب المعين أيا كان هذا الطلب، ممكن تكون مراجعة عقد أو إطلاق تطبيق جديد أو مساعدة عميل أو إصدار رخصة إلى آخره. الآن بعض هذه الأعمال تحتاج إلى التزام بساعات عمل، يعني لو أنا بدي ساعد عميل بإصدار رخصة والعميل سوف يرسل هذا الطلب أو يتصل به خلال أوقات الدوام الرسمية المعلن عليها على الموقع، فيجب أن يكون هناك موظف موجود في ساعات هذا العمل ليقوم بأداء ذلك. ولكن خذ على سبيل المثال مؤسسة حكومية عندها شخص وظيفة هالشخص مراجعة العقود بشكل قانوني، هذا الشخص لن يحتاج مثلا أن يتكلم مع عميل في ساعة عمل معينة، ممكن هالشخص يكون عنده أطفال وهالأطفال موجودين في المنزل ويحتاج أن يساعدهم في التعليم من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا، ويعمل من 12 ظهرا إلى الساعة 8 مساء. ممكن هذا الشخص يستطيع العمل بشكل أفضل وبإنتاجية أعلى بعد الإفطار لأنه صائم. لو لم يكن المطلوب من الشخص له طبيعة أو ضريبة على التسليم بوقت معين أو يحتاج الالتزام مع طرف آخر ضمن ساعات معنية، يستطيع القائد والمدير، ليس أنا، نحن ما عم نقول خلينا ما نتبع المتطلبات، نحن عم نقول القائد من ضمن فريق عمله لو رأى هناك حالات خاصة تتطلب من الشخص عدم القدرة على الالتزام بالساعات المستمرة العملية، ممكن منها 2-3 ساعات تكون في المساء أو في وقت آخر، فعلى القائد أن يراجع هذه الحالات ويدعم الموظفين، لأنه في النهاية الهدف الإنتاجية. يعني لو أنت قلت والله أنا أباك داوم من هالساعات وأنا العيال حوالي يلعبون وما ركزت في مراجعة العقد، فتسلمتك عقد مراجعته كانت غير كافية وقتي، فإنتاجية هنا سقطت بسبب التركيز على ساعات لا. وأتمنى يكون الجواب هو الشافي لسؤالك. شكرا، أهلا وسهلا. أي سؤال آخر؟ هاي الممارسة ممارسة مهمة للجميع. تفضل عزيزي، أهلا وسهلا. وياك العقيد حسين من غليقة من شرطة دبي. أهلا وسهلا عقيد حسين، رمضان كريم، شرفت. أي نوع عليك إن شاء الله. سؤالي كتالي، طبعا بخصوص تغيير دوامات العمل بما كانت حتى المهام متغيرت، من مهام كانت ترتبط بأوقات معينة أصبحت الآن مهامهم كلها عن بعد. طبعا السؤال كالتالي، تغيير الحافز للموظف هل تغير؟ هل اليوم تغير نوع التكريم والتحفيز للموظف عما كان عليه سابقا، أم سيظل نفس النظام والنمط سائر عليه؟ هذا السؤال. السؤال ممتاز جدا، وموضوع التقدير مهم، والتطرق إليه في هذه الفترة مهم جدا. الآن التحفيز، يعني هناك تحفيز داخلي من الموظف وما يحفز الموظف على العمل، ويجب أن نكون واعيين أن تحفيز الموظف خلال الأزمة تغير، لأن هناك مثل ما قلنا بعض من الخوف والقلق، والخوف والقلق يعني 80% من الوقت يجعل الموظف يعمل ساعات عمل أكثر وليس ساعات عمل أقل، لأن هناك حافز يريد أن يظهر أداءه، يريد أن يضمن وظيفته في ارتباك عام. فهنا التحفيز الداخلي نظن أنه إيجابي إلى حد ما بسبب الظروف التي يمر بها الموظفين. الآن التحفيز من القائد أو التحفيز من المؤسسة، يجب علينا أن نتعامل مع الموضوع بابتكار. فكما كنت أنت كقائد وعندك فريق عمل تقوم بتقدير نتيجة الموظفين خلال الاجتماع الأسبوعي في المكتب، أو تقوم بإهداء موظف جائزة أو يعني جائزة عينية أو شهادة تقدير إلى آخره، أن نقوم بنفس الممارسات
على النظام الافتراضي وحتى زيادة هذه النتائج. يعني بمكالماتنا الأسبوعية الافتراضية، والله الأسبوع اللي طاف فلان لفلاني سوى هالإنجاز، والله سوينا هالتحقيق طلعنا بهالنتيجة، طورنا هالمنتج، هالأشياء. يجب على القائد أن يضع في عين الاعتبار أنه كل مكالمة أن يقدر موظف قسم معين بما قاموا به، لأننا للأسف البعض منا يتعامل بالموضوع مثل ما بنقول business as usual، لم يتغير أي شيء، أنا أموري بخير وهي أزمة وبتعدي. فإذا الجميع يفكرون بنفس الطريقة والجميع عندهم نفس المستوى الثقة، وهذا اعتقاد خاطئ. فهناك العديد من الأشخاص الذين يتعاملون مع الموضوع بشكل مختلف، ويجب علينا كقيادة أن نشجع هذه الأشخاص ونقدرهم ونحفزهم على العمل، وليس بالترهيب وإنما بالترغيب. هل جواب على سؤالك إن شاء الله؟ شكرا أخوي إيهم، أهلا وسهلا. طبعا نحن ركزنا ولسبب واضح على الممارسات القيادية للعمل عن بعد، ومن هذه الممارسات يجب علينا أن لا نغفل العامل التقني الذي هو أساس ويعني من أسباب النجاح لعملنا عن بعد، لأنه لو صارت هذه الأزمة لا سمح الله من 15 سنة لما استطعنا التعامل معها بنفس الطريقة التي تعاملنا معها اليوم. ويعني نقدر جهود حكومة دبي في تفعيل هذه التقنيات لمساعدتنا على العمل عن بعد، ولكن بهذه التقنيات وجدنا أن هناك ممارسات خاطئة تبرز لها خطر على خصوصية الموظف، على سرية بيانات المؤسسة، وعلى تحقيق الإنتاجية المطلوبة. البعض يظن الجميع معتاد على هذه التقنيات، نحن نعرف نستخدم الإنترنت، نحن نعرف نستخدم أدوات التواصل الاجتماعي، نحن نعرف أن نتواصل مع بعض عن طريق المواقع التعاونية. في الحقيقة بيئة العمل مجهزة تقنياً أكثر من بيئة منزل الموظف، وعلينا أن نتأكد من جاهزية الجميع للاستخدام الصحيح والفعال لهذه التقنيات، خصوصاً أنه اختلط الأجهزة الخاصة مع أجهزة العمل والموبايل وإلى آخره. فمثال تأمين الاجتماعات الافتراضية والحرص على التركيز على آداب هذه الاجتماعات. فمثلاً عندما نطلب اجتماع يجب أن تكون هناك كلمة سر، لو الاجتماع خاص يجب أن نفعل خاصية الويتينج روم لندخل أشخاص معنيين. عندما نقوم باتصال فيديو يجب علينا أن نحرص على أن الجميع يفعلون خدمة الفيديو لنستطيع التواصل معهم بشكل مرئي. يجب علينا أن نحترم خصوصية الآخرين وعدم أخذ صور أو تسجيل من دون ما نأخذ إذن من هدول الأشخاص، ولا نضع شيء على التواصل الاجتماعي من دون أخذ إذن هذه الشخصيات. وهناك العديد من الممارسات التي يمكن تحسينها، ورأينا القائد الناجح على مستوى أسبوعي يبدأ باجتماعه بربع ساعة ونقول خلنا نشوف أحسن ممارسات لهالتطبيق أو لهذا التطبيق، أو لاحظنا هالمشكلة التي أثرت على مدينة أخرى أو مؤسسة أخرى، فهي هي الإجراءات اللي حنقوم بها لتفادي هذه الممارسات الخاطئة. طبعا قمنا بتغطية العشر ممارسات بشكل تنفيذي بالنظر إلى الوقت المتاح والمستوى الحضور الكريم التنفيذي. كل ممارسة من هذه الممارسات تغطيها غارتنر عادة خلال ورشة عمل مدتها ساعتين على الأقل. لو أخذنا أول حرف من كل ممارسة لوجدناها تشكل كلمة العمل عن بعد. أزمة كوفيد ستمر مثل أي أزمة مرت بها البشرية، وسوف نخرج منها أقوى إن شاء الله. لن ينسى الناس والموظفون كيف تعامل معهم قادتهم في المؤسسات. طلبنا من الحضور أن نخرج من هذه الجلسة ونأخذ إجراء واحد على الأقل من كل ممارسة ونضعها في أجندتنا لهذا الشهر. شاركوا هذه العشر ممارسات مع مدراء الفرق لديكم، وشاركونا نتائج تطبيق الممارسات، ونستطيع التطرق أكثر إلى تفاصيل ممارسات معينة. نتمنى أن تكون هذه الجلسة نالت إعجابكم.
ونفتح الباب الآن لأي أسئلة أخرى. السلام عليكم خولي أيهم. عليكم السلام ورحمة الله. معك أخوك مروان بنغليطة، المدير التنفيذي مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك. هلا أخوي مروان. مشكورين وما قصرتوا على هاي المحاضرة القيمة، والشكر موصول للدكتورة عاش وفريق عملها. عندي سؤال بارك الله فيك. فضل. النقاط قطت كثير من الأمور، أبغى أرجع للنقطة الأولى اللي هي إعادة ثقافة العمل. الكل عارف أن في دبي بنينا ثقافة الانفتاح أو التواصل المستمر مع الكستمرز. استثمرنا مبالغ كبيرة في مراكز 7 نجوم. اليوم المشاهد أن الأزمة رجعت الناس إلى التباعد الجسدي وكذلك الخوف أو الرهبة من الاتصال المباشر. فالمشاهد لما تطلع اليوم برع رجعوا الحواجز الزجاجية اللي بينهم وبين الكستمرز. وايد من الأماكن رجعت هذه الحواجز. فسؤالي اليوم أنت كقائد كيف بتتعامل مع إعادة الثقة في الاستثمارات أولاً اللي استوت في هذه المراكز 7 نجوم، وكذلك إعادة الثقة في التعامل مع الناس، لأن إحنا بنينا ثقافة الانفتاح وثقافة اللي نسميها بالعربي المرحبانية، أنك تخدم صحيح. كل حد بسعة وهذا. فكيف بنقدر نعيد المعادلة هاي مرة ثانية؟ شكراً على السؤال. طبعاً سؤال مثل ما نقول الإجابة عليه ذو شجون. أنا حأتطرق إلى جزء منه ضمن تخصصي. نحن كما قلنا في البداية إعادة ثقافة العمل اليوم، وطبعاً نحن نفتخر بثقافتنا، ومثل ما قلت يعني طريقة التعامل المرحبانية، وأنه العميل يستطيع أن يأتي إلى المراكز خدمات 7 نجوم ويقوم بأداء عمله على أكبر وجه. الآن السؤال الذي يطرح نفسه أن هل العميل الآن خلال أزمة كوفيد اكتشف أنه نفس المعاملة أو نفس الخدمة التي كان يستطيع أن يعملها من المركز 7 نجوم، التي هي طبعاً يعني خدمة 7 نجوم، استطاع أن يعملها كمان بخدمة 7 نجوم من دون أن يذهب إلى المركز من خلال التطبيقات والخدمات الإلكترونية التي قدمتها حكومة دبي. فأظن بعد يعني بعد الأزمة، وعندما يعود العالم إلى الطبيعة الجديدة، هناك نسبة كبيرة من هذه العملاء سوف يظلون في الممارسات الجديدة، وهي أن يتبعوا النظام الإلكتروني، وسيظل هناك نسبة ممكن تكون أقل من ما مضى سيذهبون إلى مراكز خدمة 7 نجوم. ولكن لا ننسى أنه هدف قيادتنا ونظرة دولة الإمارات ودبي تحديدا هي ما يعني طرحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه نحن نروح للموظف مش نحن نروح عند العميل مش العميل يأتي لعندنا، واللي هي أنه يصير 100% كل خدماتنا على الهاتف أو من خلال الخدمات الإلكترونية، وهو مماشي مع استراتيجية اللاورقي. فأظن أن العالم لن يعود كما كان، سنحاول أن نبتكر أو نعيد ابتكار الثقافة المرحبانية اللي تفضلت بها، ولكن بوسائل رقمية. وممكن يكون المستقبل أنه نفس الشخص اللي يتعامل مع العميل كان في مركز الخدمة حيكون جالس مثل ما أنا جالس وياك عزيزي، ونتكلم مرئياً وأرحب بك وأبتسم لك وأسوي لك مطبع يعني ونخلص لك معاملتك وكل شيء تمام. يعني هناك سيناريوهات عدة، ولكن النصيحة أن لا نقول خلصنا الأزمة نعود لما كنا سابقاً. فالمستقبل سوف يكون أفضل، ويجب أن نستغل القنوات الرقمية التي تفعلت بسبب هذا. هل يعني إن شاء الله أكون جاوبت سؤالك؟ بارك الله فيك ما قصرت. مثل ما قلت ذو شجون، فكل واحد يعني، لكن أنا متأكد أن تشالنج جدا جميل أن الواحد يرجع بعد هذه الأزمة أقوى ويطلع بحلول ابتكارية تساهم في الاستدامة النجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة.
صحيح. ونحن ما شفنا في الأزمة غير نجاحات وإنجازات، يعني صراحة أنا أقولها بشكل شخصي، يعني موضوع التعليم عن بعد وسرعة تطبيقه وفعاليته، يعني التفاعل معه بشكل سريع ورشيق، يعني بصراحة كلنا كنا فخورين به، ومين كان يتخيل أنه هالشي ممكن يصير؟ وهل نتخيل أنه التعليم سوف يعود كما كان من قبل من بعد الأزمة؟ لا أظن ذلك، وقس على هذا يعني. أخ أيهم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك فوق خلفاني مع بالهول من مؤسسة دبي المستقبل. بداية شكرا جزيلا على هذا العرض يا سيدي، وشكر خاص للأخت سعادة الدكتورة عايش بن بشر على هذا التجمع الطيب، ونسلم على الجميع. عزيزي عرض ممتاز جزاك الله خير. سؤالي بالنسبة لهذه اللقاءات، يعني أنت تكلمت عن الأمور بطريقة مثالية، عن الاتزان، في يمكن نقطة اللي هي الإبداع دائما يكمن في اجتماعات عشوائية تحصل عن طريق لقاءات عشوائية تحصل في المكاتب، والكرياتيفيتي والايديشن والإبداعات هذه من الدراسات بين أنها ساعات تحصل من هذه الاجتماعات اللي ما تكون مخطط لها. يعني صحيح، هذه ممكن يكون فيها يعني احتمال حصول هذه الاجتماعات العشوائية عن طريق العمل عن بعد أكيد بيقل. فما هو الاتزان المناسب، وما هي الآلية لضمان عملية، أنت تطرقت في النقطة الثانية يمكن للإبداع أيضا، صحيح، ولكن الإبداع عن طريق الاجتماعات العشوائية هذه كيف ممكن نستمر بهذا الجهد بالاستمرارية بالعمل عن بعد؟ وشكرا سيدي. صحيح صحيح، شكرا لسؤالك وسؤال ممتاز، والجواب عليه أيضا مثل ما نقول ذو شجون. تفضلت أنت لنقطة كتير مهمة، أنه نحن الابتكار والايديشن يحصل من اجتماعات عشوائية، مش من حيث التخطيط ولكن من حيث السيناريو. وماذا نعني بذلك؟ لما سعادتك بتسوي ورشة عصف ذهني في مؤسسة دبي للمستقبل، فأنت تدعو أعضاء معينين من مؤسسات حكومية أو خاصة، أو تفتح المجال للحضور أن يحضروا ويتشاركوا ويتفاعلوا. ممكن شخص يكون مارر في أبراج الإمارات ويرى هذا الحدث الفعال ويقرر أن يأتي إليه إذا كان الحدث مفتوح. الآن كيف نستطيع نمدجد ذلك بشكل افتراضي؟ اليوم أولاً نحن فتحنا مجال الابتكار مش بس ضمن مدينة دبي أو ضمن الشخصيات أو الأفراد التي كنا نتوقعهم أنه يجونا يركبون السيارة ويجونا الأبراج أو يعني يسافرون لنا من برا العالم. الآن أنت فتحت الباب للابتكار على مصراعيه مثل ما يقولوا، يعني أنت تبع مين في أي مكان في العالم، أي موهبة، أي فرد إن كان ذكر أم أنثى، مقيم أو وافد موجود في أبوظبي ولا في الرياض، يستطيع أن يحضر ورشة الابتكار وجلسة العصف الذهني التي تقوم بها. ولكن التسويق للموضوع وطريقة التواصل تختلف هنا. فبينما كان عندنا داتابيس مثلا ونرسل لهذه الشخصيات المعنية ونحصل على ردود فعل منها ويقوم شخص بالتنسيق ونضع شخص على الباب ويعطي بادجز وإلى آخره، أصبح الموضوع بطريقة مختلفة. أصبح التسويق على السوشيال ميديا ونطلب من الناس أو نقوم بتحديد ناس معينين عن طريق تارجتد ماركتينج مثلا ليحضروا هذه الجلسات. وبنفس الوقت لو الجلسة تحتاج خصوصية ويجب علينا تسجيل تفاصيل هذه الأشخاص، ممكن أن نقوم بها بطريقة معينة. ولكن في النهاية سوف تستطيع أن تحضر عدد أكبر من الشخصيات والمواهب ومع اختلاف الجنسيات والثقافات. وبالمنصة الافتراضية التي ذكرنا أحد أمثلتها تستطيع إن شاء الله أن تقوم بنتائج حتى أفضل، إذا أنا أقوم يعني مثل ما بيقولوا making a prediction، إنه سوف تكون النتائج أقوى من النتائج التي كنا نقوم بها عندما كنا محدودين بالجغرافية وبالتباعد بالتقارب الجسدي. لأنه في النهاية التحدي سعادتك ليس في العصف الذهني وكيفية الابتكار، التحدي أن نعتاد نحن
أن نقوم بهذه الوسيلة كوسيلة للعصف الذهني. يعني أنا شخصياً أول مرة سويت العصف الذهني عن طريق العالم الافتراضي ارتبكت صراحة، يعني I was nervous، وكنا مع الحضور كان في 20 شخص دخلنا المنصة ونشتغل وضعنا، يعني بعد 20 دقيقة بلشنا نشوف الإنتاجية وكأنها شيئاً لم يكن، وصرنا نتكلم ونشوف بعض على الفيديو ونسأل وإنت حطيت النقطة الفلانية، وتخطينا تحدي البداية. فأظن أنه يجب أن نبدأ، ودامك سعادتك سألت السؤال أظن أنت في بالك الموضوع، لو بدأت بها شخصياً وقلت للشباب خلنا نبدأ بورشة عصف ذهني على مستوى المؤسسة أو على مستوى الفريق نجرب مع بعض، ونحن سعداء حتى أن يعني ندعمكم في هذه الورشة ونقوم نرى النتائج، وبعدين نفتح الباب لمزيد من الحضور إن كان داخل الدولة أو خارجها. شكراً سيدي، ومتمني لك التوفيق دائماً. شكراً، أهلا وسهلا سعادة. طبعا وصلنا نحن الى نهايه الوقت المحدد. اريد ان اشكر الجميع، وبدايه سعاده الدكتوره عائشه بن بشر التي كانت حريصه ان نقوم بدعم هذه الابحاث وهذه الافكار ومشاركتها مع الجمهور، وخصوصا في المواضيع التي تهم قاده حكومه دبي. ومثل ما تفضلنا يعني نتمنى ان تكون هذه الجلسه نالت اعجابكم، وشاركونا التعليقات، ونحن يعني إن شاء الله بنشارككم هذا السلايد ديك عن طريق فريق مدينة دبي الذكية، ولو في أي استفسارات نحن سعداء أن نرد عليكم من خلال البريد الإلكتروني. شكرا. سلام.